السلام عليكم. مع وصفات موالية جتكم بوصفة اللي هي صابلي بذوق الليمون محشي كريمة الزبدة حتى هي بذوق الليمون، مع هذا التزيين الساهل الخفيف البسيط. يلا معايا باش نشوفوا طريقة التحضير بكل تفاصيلها. بالنسبة للعجينة وش فيها؟ العجينة فيها 125 غرام مارغرين طرية. لاحظتوا هذا العام درت كامل 125 غرام، علاش؟ لأنه بديت الحلوة على البكري، بهذا ندير كامل شوية شوية. راح نحتاج معاها هنايا عندي مغرفة كبيرة تاع السكر رطب، مغرفة كبيرة تاع النشا اللي هي لا مايزينا، عندي هنا مغرفة كبيرة تاع المعجون. هاد العجينة تاع الصابلي تجي بزاف بنينة. عندي بيضة كاملة حوالي ربع كاس تاع الزيت، مبشور حبة قارص، والعصير نخلوه للكريمة اللي راح نحشو بها هاد الصابلي، والفاينة باش نلمو العجينة، ومغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه. يلا نبداو الطريقه. اذا اول حاجه ندير كل شيء، ندير هذه البيضه كامله.